فالرجاء منكم ألا تقصروا بهذه المناسبة في زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن أنا آمركم بالزيارة، كل من يستطيع من شيعة العراق أن يحضر إلى النجف الأشرف وليس فيه ضرورة فليزر أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا تقصروا أمام أمير المؤمنين وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أمام سيد محمد الصدر، يروح سيد محمد الصدر ويبقى الله ورسوله وأمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين. اقصدوا أمير المؤمنين من كل صوب وحدب من أجل إثبات طاعة الله سبحانه وتعالى قبل طاعة الله. تجي القاع الغريب تلقى الولاء الحيدري، حارسها فارس هاشمي أبا الحسن علي، طير السماء الها هتف قاع الشرف واهل الشرف، اجمل اسم اسم النجف، وطن تظليلي وطن تظليلي.